النور يا بنات يا فتيات ونوران. مالك نوران؟ نوران البنات مصدومة. عرفتو حنا دابا راجعين في حالنا، جينا من بن سليمان وترفيق الصباح بكري البنات. عزيز عليا نشد الطريق في الحال بارد، بقى الشمس ما كايناش، داكشي علاش ما خليناش حنا اختي توجد لنا الفطور. قلت ليهم حتى الطريق ونفطروا. ديك المره فاش كنا غاديين فطرنا في ثلاث الاولاد. دابا في الدخله ديال خريبكة جلسنا في واحد القهوه وبانوا لنا الالعاب. شوفوا بابا فرحانه بحالي. اجي اجي انا دا فاش وقفنا بالطوموبيل وفيقتيها اش قلتي ليها؟ نوران شوفي شوفي الالعاب ديالي. ياه ياه حلت عويناتها وناضت بخيب على مسكينة ملي تهبط وتلقى كل شي واقف، كل شي عامر غبره، ما كاين لا لعب لا والو. شوف ما كاين لا تصاط. ها بغيتي دوك ديال السيرك؟ شوفوا اللي تعلمنا فيهم كاع كاملين. مسكينة تصدمات ملي هبطت. واتي سيري ركبي مع راساتك على الله تنوض شي وحده تضيمارك دفاك صافي. واخا قلنا البنات نفطروا بعدا كي عاد نسقدوا لدارنا. قاعد تمشي وشوف وشبعانه حتى نلحق ونعس. قالت نور هنا البنات، نور هنا راه عا كديماري الطوموبيل عا كندير لها تدير كتنعس تبدا تشخور. نادى لا نادى لا زعما كتنعس يا صاحبتي صافي. نادى لا البنات نادى سميتو كتبقى فايقه كتبقى فايقه، ولينا واخا هكاك دابا ولات تتسلمني راسها تتنعس شويه، ولينا ماشي بحال نوران. نوران غير سيدي ماري صافي تتنعس ما تتفيقش حتى تنوصلوا للدار. زعما الله يرضي عليك ما تتبرزطيني في الطريق ما حتى شي حاجه، لا عين رات ولا قلب. ها واه شنو اختي؟ ما تنبرزطي في الطريق؟ لا ما تتبرزطيش، تبقاي تهضري تك 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 تولي تقول دايره بحال ديك الفريخه. قالت لي روسي نبغي نونسوك. ايوا لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. البنات نفطروا بعدا كي نعاد نشوفوا ميدار ياكو. هاهو الفطور وجد. نورها راه حتى بغات تنوض تلعب وهي تقول لي صافي راه جاب لنا الفطور. نشديت البنات الفطور يلا كبيدات ديالي فطروا. صحة يعطيك الصحة صحتكم. صحة واش هكاك دابا نورهان ونادا مقلقين، كانوا معولين على شتي راه قلتها لك، كانوا معولين على واحد الحاجه صعبه ما صدقاتش. مره اخرى ان شاء الله غادي نوصل للدار وغادي نعاود لكم كل شيء بلي ديطاي البنات باش تفهموا اكثر. غير كان يفطروا البنات يلا نوض نوض حسب الخطوات حسب الخطوات. لا عندك شي حاجه تشقايا. ارجعنا البنات رجعنا للدار. شوفوا نورها حصلت شدادي خاشيه فرن وبغات تاكل ديال البوشيطه بغات تعدى. قالت لك على البوشيطه تاهي. ولقينا واحد الحراره وا ما نعاودش لكم البنات، لقينا واحد الحراره الصراحه. ديك اليومين اللي دوزنا تما عند حنان اختي كاين الجو بارد. عرفتي دابا تنبداو نجمعو حويجاتنا حتى تنشوفو شنو. المهم تنشوف تعليق لحقاش الفيديو يلا حطيتو. المهم تتحطوا لي التعليقات ديالكم تنقراهم. الفيديو ديال البارح ديال الكرا شنو نور هان؟ نشوف مشاهدين. ولاش ليش؟ نشوفو وصافي. عاد شوفي تنبداو في داك الموضوع اللي بغينا نهضرو فرحانين اللي بغينا نفرحوهم معانا. رونالدو رونالدو ديالي رونالدو ديالي راه فرحانه. يلا كحلتي تنبداو الموضوع يلا. المهم البنات عرفتو نبدا لكم الموضوع كيف ما البنات بكيتوا معنا وكيف ما خواتاتي تقاسمتوا معنا جميع يعني اللحظات الصعيبه اللي عشناها.
عمرني ما غننسى ايامنا مع الطوبه، عمرني ما غادي ننسى ايامات الحزن، عمرني ما غادي ننسى ايامات الاحتياج، عمرني ما غادي ننسى بزاف ديال الحوايج واللحظات اللي نتوما عشتوهم معنا، لحظات ديال الحزن، لحظات ديال البكاء، وكذلك حتى اللحظات ديال الفرحه، خصوصا البنات فاش يلاه هاد الدار هادي ها درنا ليها الفايونس. وعمرني ما ننسى اللحظه اللي ندى بنتي بكات بها بالفرحه وتقاسمتوا معنا جميع اللحظات، كنشكركم بزاف بزاف عليهم. داكشي علاش ما غاديش يعني ما غاديش نخبي عليكم، بالعكس غادي نقاسم معكم اللحظات ديال الفرح ديالي انا وبناتي. نتوما عارفين انه كانوا عندنا مشاكل ومازالين ما غاديش نكذب عليكم نقول لكم صافي تحبس كل شيء، لا، عندنا مشاكل من نهار، ما غاديش نقول لكم من نهار ما تراجلي، لان من نهار ما تراجلي داك على حقد دفين علاش ناضوا المشاكل مع عائلته. عندنا مشاكل مع عائله الزوج ديالي، مع الخوت ديالو، ما كيهمونيش واش نتفاهموا معاهم ولا ما نتفاهموش معاهم، انا كان اللي تيهمني هو بنت راجلي الله يرحمه ويغفر ليه، مع خوت بناتي. كانوا مشاكل نتوما شفتوا الفيديوهات اللي خرجت بهم بزاف ديال الحوايج، انا ما كنلومهاش، لكن الحمد لله انا غنفرحكم دابا البنات. اخيرا تم الصلح بيني وبين بناتي وبين اختهم اللي هي بنت الزوج ديالي، الله يدومها محبه يا ربي امينه البنات، ودعاو معنا الله يبعد عنا شياطين الانس، لان الشياطين ديال الانس اخطر بكثير من شياطين الجن. واي واحد تيبغي يفرق ما بين الخوت وما بين الخواتات وما بين العائله وسميتو بغى تفرق ليه الجلد على العظم في هذه العواشر هذه يا ربي امين، لان باش غادي نوصف لكم ان خواتات يلاه تجمعوا وخواتات عرفتوا. كنتفكر دابا فاش يلاه تلاقاو بناتي مع بنت راجلي، وكيفاش كنا في دوك الايامات ولو كانوا قلال قبل ما يموت راجلي الله يرحمه. اخيرا بناتي لقاو اختهم، واخيرا ندى هي الكبيره كبر من نورهان، ولات لقات اختها كبر منها اللي غتشاور معاها، اللي غادي تكون في جنبها، اللي غادي تحميها وبزاف ديال الحوايج. وفي ديك اللحظه ديال فاش مات باباها، اللي عوض ما الخواتات يبقاو مع بعضياتهم ويتجمعوا ويحسوا بالامان ويحسوا بانهم شي تيكمل شي وشي واسي شي، فرقوهم مع بعضياتهم. الله سبحانه وتعالى عمره ما كيرضى بهذا الشيء، واخا بنادم حرشها، واخا بنادم عيا ما يدير، لكن الحمد لله اللهم لك الحمد، البنت عاودت تراجع التفكير ديالها وعاودت عرفت بان داكشي كامل داروا غير باش يفرقوها على خواتاتها وحرشوها عليا انا، وهي عارفه كيفاش كنت كنتعامل معاها. واقسم لكم بالله العلي العظيم البنات، راني ديجا حطيت لكم لي كونفرساسيون بيني وبينها، وعقبت حيت تقريبا داك الفيديو ولا حيت داك الجزء، يمكن حيت الفيديو كامل البنات. علاش؟ لانني شفت بان بنادم كامل عرف الحقيقه وعرف ان ديك البنت غير يعني غير بقاو تيحرشوا فيها وقراوها اشنو تقول، تخرجت بدوك الفيديوهات، ولان كل شيء كاين بالاثباتات. وملي شفت بنادم كيخاصم فيها وكيعير فيها، واخا هكاك ضرني الحال عليها وخليت، واخا بنادم كيعيرني انا قلت اللهم انا تيعيروني ما كاين حتى شي مشكل، صافي غير خليهم. مع الوقت ومع المده غادي يفهم بنادم بان داكشي ما كاين منه والو، فقط غير بنادم بغى يفرق الخواتات على بعضياتهم. ومع المده غادي اكيد غادي تحن على خواتاتها، واكيد غادي ترجع العلاقه كيف ما كانت فاش يلاه عرفات بان كاينين خواتاتها وتلاقاو وشحال من حاجه. المهم البنات، هذه مده قبل العيد الكبير فاش درت الفيديو. المهم قبل من ذلك البنات، واخا كان المعيور واخا كان بزاف ديال الحوايج، انا راه كنت على تواصل مع زوجة الزوج ديالي السابقه اللي كنشكرها بزاف صراحه، بنت الناس، وتواصلت معايا وقالت لي صباح انا عارفه ان كاع داكشي اللي كيتقال عليك كذوب، وانا عارفه بان فاش جات عندك بنتي تهليتي فيها وتعاملتي معها مزيان وسميتو، وداكشي كامل اللي تقال عليك كذوب،
يعني الدريه غير باقا ما يعني باقي ما شارباش عقلها مزيان، اكيد غيجي واحد الوقيته وغادي تندم على داكشي اللي قالت. وانا تا انا بالدور ديالي قلت لها ماشي مشكل اختي، الدنيا هانيه ما كاين حتى شي مشكل، غير خليها مع الوقت. واخا بنادم كيعير واخا بنادم مادي عليا انا نظره خايبه، كاين اللي تيقول راه جرات عليها جات ولا داكشي. البنات راكم كاملين تصنطوا لي، وانا راه ما عمرها ما جات عندي، اقسم بالله العلي العظيم ما عمرها ما جات عندي قبل، عمرني ما عرفتها واش كاينه ولا لا، عمرني ما جريت عليها. واخا نكون بنت الكلاب ما غنديرش هكاك، وراكم شفتوا لي كونفرساسيون كاملين. المهم البنات عطينا البنت فرصه ما ضغط عليها حتى شي واحد، وعطيناها فرصه حتى راجعات نفسها وحنات مع خواتاتها وتوحشات خواتاتها وكتفرج فيهم ومتبعاهم. والاشاره هي فوتوكوبي ديال نورهان، نورهان اللي فوتوكوبي ديال عير نورهان غليظة عليها مبيطبطة عليها شويه. المهم كتفرج في خواتاتها وكيعجبوها خواتاتها وعزازين عليها. وفاش مشيت البنات الفيديو اللي فاش كنت في المحمديه فاش كريت الدار عليها تواصلت معايا، غير هو للاسف شديد انا تصبت جيت فاش عيطات ليا في التليفون وقالت لي صباح راه هاكين وهاكين وهادي وديك، وراكي عارفه بنادم فاش كيخلوض، راكي عارفه بنادم ها شنو تقال ليا وشنو تقال ليا، حتى خديت عليكم موقف وحتى عيني تغمضوا للاسف الشديد وبعدت على خواتاتي ودرت. المهم ما غاديش ندخلوا في التفاصيل كاع كامله البنات، انا كيف ما نتوما عارفيني ما عمرني ما غادي نبعد بناتي على اختهم، وعمرني ما غادي نحرم الشمل انه يتجمع، بالعكس انا ديك البنت عزيزه عليا بزاف بزاف، اقسم لكم بالله العلي العظيم البنات كيف ما كانت كيف ما بقى معزتها. وانا دائما لان عندي بناتي انا عارفه بانها في واحد السن ديال المراهقه، واحد السن ديال المراهقه البنات، خصوصا هي انها ما عاشتش مع باباها، يعني تحرمات من بزاف ديال الحوايج. الله يسمح لي الله يسمح لي يا ربي امين، عمرها ما شدات من عنده حتى درهم. انا عاودت لكم اشنو اللي كان ديجا عاودت لكم، كنت كنتمنى ان ديك الوقيته يعني كنت كنتمنى ربي يطول لي في العمر يعوضها ولو شويه. وانا راه قلت لكم اشنو كنا ناويين نديرو اقسم بالله العلي العظيم البنات، وحق الله راه انا راه عندي بناتي، داكشي اللي كنا ناويين نديروه ربي ما كتبش لينا فيه وما كملش لينا فيه. الله يعوضها هي في مويمتها، والله يخلي لها مويمتها، ما مخليها مخصوصه من حتى شي حاجه، الله يخلي لها مويمتها، والله يخلي لها جدها ويخلي لها يعني خوالها اللي كبرات معاهم وسميتو. المهم البنات فاش تواصلات معايا وداكشي عرفت بالفرحه 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 البنات، كل ما تصبتش قلت يلاه جيت من بن سليمان، ديك الوقيته اللي كنت ديت فيها زينب بنت اختي لدارها وكريت فيها الدار، كل ما تصبتش يلاه جيت، وكان تابعني العيد وتابعني شحال من حاجه، وحق الله العلي العظيم البنات كنت غادي نمشي نجيبها. ودازت شحال المده وكنت عواله دا البنات لانيفيرسير اللي كنت غادي نديرو لندى في اكادير كنت غادي نديرو ليها مع اختها، كانت غادي تمشي معانا هيايا، ولكن للاسف الشديد جاتني المرضى اللي مرضت فيها راكم شفتوا داكشي باش ما بقيتش مشيت. وللاسف الشديد هو هذا الكونفينمون هذا، وهي كاينه في مدينه الدار البيضاء تسدات، تشديت الورقه وقلنا نسينا البنات فاش كنت مريضه ونط تقعدت، والله الا الا شديت الورقه قسما بالله، كنا دايرين معاها اننا غادي نمشي وغادي نجيبها وغادي تجي عندنا، تشديت الورقه باش غادي ندخل لكازا، وعقبات مرضات جداتها الله يشافيها داكشي باش ما بقاتش جات عندنا. وحتى دابا فاش كنت في المحمديه البنات انا ديجا قبل هضرت معاها وقالت لي صافي غادي نشوف كيفاش غادي نجي عندكم محمديه وندوز معكم شي نهار مع خواتاتي، كانوا البنات فرحانين بزاف، ولكن سميتو مسدوده كذا ما كاينش كيفاش تخرج، خاصها تخرج بالورقه. فصافي قلنا ماشي مشكل، الايام القادمه ان شاء الله يعوضهم الله سبحانه وتعالى ويتلاقاو مع بعضياتهم، ويا رب يا رب الله يدوم المحبه بين بناتي وبين اختهم. انا راه عمرني ما غادي يعني ما عمرني ما غادي نغيرهم من جهه اختهم، بالعكس انا فرحانه بزاف حق الله ما كذبش عليكم، عرفتوا ديك الفرحه ديال ان غادي نشوف بناتي فرحانين مع اختهم، انا كنعتبرها بحال بنتي بحال اختي الصغيره.
بالعكس 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 وحق الله العظيم البنات اللي انا فرحانه بزاف علاش غادي نطير من الفرحه. كنت كنتمنى اننا نتلاقاو معاه وندوزو معاه نهار كامل. راه في لي ستوري في الانستغرام البنات داك النهار فاش شفتوه مشينا للبحر كنا ناويين اننا نتلاقاو معاه وندوزو معاه نهار كامل. غير هو يا جاني انايا يعني تمشكلت من ناحيه الدار اللي خديت في المحمديه وراني شرحت لكم كيفاش الظروف وهي ما صابتش كيفاش دير خاصها الورقه باش تخرج من كازا للمحمديه. وانا ما نقدر ما نكذبش عليكم راه ما تنسوقش وسط كازا تجيني صعيبه بزاف تيكون معايا شي حد اللي سايق وسط كازا بلا كازا راه تنسوق غير كازا الوسط ما تنقدرش عليها وما كنتش شاده الورقه. داكشي علاش ما تلاقيناش البنات دعاو معنا يا ربي كمل لينا بخير وعلى خير ويا ربي يجمع الشمل بين الخواتات اكثر واكثر ويخليهم في المعزه مع بعضياتهم. عرفت بنات دار النور ها كتسنى فيا نعيط لها باش تجي دير واحد البتي ميساج لاختها وما راه فرحانين باختهم بانهم هضروا معها. نادا كتكونيكطا معها في الواتساب دائما فرحانه بديك كلمه اختي اللي كتقول ليها وفرحانه بانها كتسمع الصوت ديالها وكتهضر معها. المهم البنات انا قلت نفرحكم بهذا الخبر. المهم الحمد لله قبل ما نبيعوا الدار هي راه غادي تشد حقها بحالها بحال بناتي. الله يبعد عليهم شر الخلق يا ربي امين. الله يبعد عليهم كحل الراس ويبعد عليهم اللي تيبغي يدير الفتن بين الناس واللي كيخلوط بين الخوت والخواتات عمره ما يطفروا لا يفلح الساحر من حيث اتى. ليس سهل البنات فهاد العواشر دعاو معايا ليه ليس سهل على شي واحد كيشتت الشمل ديال الخوت وديال العائله مع بعضياتهم. وفهاد العواشر هادي اللي كيادي شي مسلم اللي كيادي شي حد ربي عمره ما يسهل عليه وعمره ما يطفروا. وعرفتوا داكشي اللي كنحس بيه فاش كنشوف الفرحه في عينين بناتي مع اختهم وكيفاش كيبقاو يتسناو في الميساج انها تجاوبهم وكيفاش فاش كنكون مصوني انا بالتليفون باش نهضر نورها كيفاش كتكون تسنى باش تهضر مع اختها. وحق الله البنات ما تيعوضوها لا فلوس لا حتى شي حاجه غير بنادم غالط وصافي. كل واحد كيدي حقه بما يرضي الله سبحانه وتعالى غير بنادم غلط. قريب عندنا الدعوه الجلسه في المحكمه البنات دعوا معايا يا ربي ينصر كل مظلوم يا ربي يشد كل واحد حقه ونتهناه وكل واحد يبقى مسنط المخه. هادو فلوس ديال الدنيا كيبقاو في الدنيا انسان كيدي معاه الاعمال ديالو كيدي معاه الافعال ديالو بنادم غير غلط وصافي حتى واحد ما غيدي معاه شي حاجه. اجا نورهان نورهانتي تقدمي يلا زيد 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 جري نهدا اجا كويده. ها هو البنات جاوا عرفتوا انا راه هبطت التليفون باش يبانو همايا او بلا يلا نديرو شي ميساج لختنا تنبغيك بزاف بزاف حتى نهضر معاك تنفرح بزاف عشان بغي نهضر معاها تنفرح بزاف. تتفرحي بزاف هي لما تتشبه اختك ليا لي صوره تبقى الاصل ليا صوره انا غليظه انا راه انا مليضه شويه شتي طيبيطه طيبيطه ديالنا انت يا ندى يلا شي كلمه من القلب زكاع لعما شي كلمه من القلب لاختك يلا 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 التعبير التعبير زيادنا بس مش نزورو بابا اسكتي دابا تجي يا مسطيه قلنا لك قولي لاختك دابا تزوروا باباكم مجموعين يلا يلا اسكتي اهو انت جاهزه اختك عزيزه عليك وجهي لها واحد الكلمه شوفي نقول لها راك عزيزه عليا واخا ما عرفت اشنو يديروا غادي تبقى اختنا عزيزه عندنا صافي ياك كويته ديالي وغادي تجي ان شاء الله غير يتحلوا شوفي غير يتحلوا بين المدن ان شاء الله وغادي تجيو وغادي تزوروا باباكم مجموعين قدام القبر ديالو باش هو يبقى فرحان وباش هو يرتاح باش هو يرتاح في القبر ديالو واخا بنادم ما عرفت اشنو دار. فالخواتات تيبقاو خواتات مع بعضياتهم واخا بنادم ما عرفت اشنو يدير. هادو راه غد الدنيا راه غد الطمع ديال الدنيا اختي يلا ندير لهم تنبغيوكم بزاف بزاف يلا
يلا دير لها باي باي، دير باي باي اختك. يلا البنات سمحوا لينا ندى بكاتنا، ندى لحقاش لينا شويه زياده على اللزوم بكاتنا البنات. المهم كنتمنى الميساج ديال بناتي يوصل لاختهم، وكنتمنى انكم تفرحوا معنا البنات. انتما كيف ما شفتوا ندى ونورهان فرحانين بزاف باختهم، وندى فرحانه ان اختها غادي تجي وغادي يتجمعوا مع بعضياتهم وغيمشيو يزوروا ان شاء الله، وغادي نديروا صداقه لباباك ملي تجي اختك، ياك نديروا صداقه لي ان شاء الله ملي غادي تجي ويمشيو عنده القبر ديالو، باش باباهم يبقى مرتاح بان الشمل ديال بناته تجمع. تسناونا فيديو اخر ان شاء الله على القناه البنات، ودعوا معنا ربي يسهل لينا امورنا.